فهذا مغالطة طيب كبيرة. الآن هناك جرائم إبادة جماعية، هناك تجويع في غزة، عندما نتحرك لإنقاذهم تقولوا يعني هذا غلط. أيضا النقطة الأخيرة، أنا أقول لك يا أخ نصير، شوف يعني أنت الآن تقول أنه سبب هذه المشاكل أنه مقاومة حماس، وهذا الشيء غير صحيح. سبب المشكلة عدم تحرك العرب والمسلمين. احنا والله لو كان عندنا حدود مع فلسطين، والله ان احنا لا ندخل نربط الاسرائيليين مثل الكلام. بس يفتحوا لنا الحدود وبعد تشوف، وبعد ننهي هذه المعاناة كلها. يفتحوا لنا الحدود، تفتح لنا السعودية، تفتح لنا الأردن. وأنتم ابقوا تفرجوا علينا. واحنا لا ما سحبلنا الصهاينة مثل الكلام. ثم احنا رجال. هم جبناء الاسرائيليين، هم احرص الناس على الحياه. هو جاء من اجل ايش؟ يستولي على حقوق الفلسطيني، ما يريد لا يشكى ولا يتعب. يريد يشتي بيت جاهز، ارضه جاهزه. احد المستوطنين الاسرائيليين اللي جاء من نيويورك تقول له الفلسطيني يا يعقوب انت تعرف انه هذا ليس بيتك؟ قال اذا لم اسرقه انا سيسرقه غيري. تخيل. طبعا عملياتنا العسكرية كانت محصورة بالسفن المرتبطة بالكيان الصهيوني، ولكن تورط أمريكا وبريطانيا بالعدوان على اليمن بشكل مباشر دفعنا لاستهداف قواتها ومصالحها، وهذا ما سبق وحددنا وحذرنا أمريكا وبريطانيا، وهذا يعد حق مشروع. أضف إلى ذلك أن استمرار جرائم الإبادة الجماعية في غزة والحصار الخانق المفروض على سكانها والذي أدى لتضرر كل السكان ما في ذلك الأطفال، والجميع في العالم يشاهدون معاناة الفلسطينيين ما فيهم الأطفال نتيجة ذلك الحصار، كان لابد لنا من التصعيد، وهذا ما سبق وحذرنا من لدينا القدرة على الاستمرار ولدينا القدرة على التصعيد زيادة الضغط، ولدينا أيضا على القدرة على التصعيد بشكل أكبر في حال ما قامت أمريكا وبريطانيا بالتصعيد على في عدوانها على اليمن. فمثلا نحن في السابق لم نكن نستهدف إغراق السفن، ولكن هناك اليوم تصعيد حيث تم استهداف هذه السفينة بعدة صواريخ، مع استمرار حرصنا على سلامة طواقم تلك السفن عبر استهداف مناطق من السفينة. طبعا نحن نقول بشكل واضح وصريح أن الملاحة البحرية المرتبطة بالكيان الصهيوني وكذلك التابعة لأمريكا وبريطانيا لم تعد آمنة في البحرين العربي والأحمر، وهذا حق مشروع لنا من أجل وقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة ورد العدوان الأمريكي البريطاني المباشر على اليمن. وكان يفترض على أمريكا وبريطانيا أن تسعى لإلزام نتنياهو، وهم قادرين على ذلك، وقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة ورفع الحصار بدلا من توسيع رقعة الصراع، لأنه لا يمكن لنا أن نسكت ونحن نرى جرائم الكيان الصهيوني كل يوم أمام أعيننا. أضف إلى ذلك أنه كان يفترض على كل الدول، ليس فقط الدول العربية والإسلامية وإنما أيضا الدول الأوروبية، للتدخل بشكل حازم لمنع ارتكاب مثل تلك الجرائم التي تتعارض مع كل أسلاف وأعراف دول العالم.